على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في ركب الثواني. بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى. هنا ما بين قصيها وداني، هنا ما بين قصيها وداني. على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في ركب الثواني. نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أمة وسطة. جعلنا الله وإياكم من هذه الأمة وجمعنا بإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن في هذه الحلقة نتجول في مواضيع وفي حديقة غناء حول مواضيع الأمة الوسط، وضيفنا الدائم هو الدكتور عايض بن عبد الله القرني الداعي الإسلامي المعروف. دعوني باسمكم جميعا ورحب بي، حياك الله شيخنا. حياك الله أخي طلال، وحيا الله أخي المشاهدين جميعا. شيخنا، ما أجمل الحديث عن ذكر الله تبارك وتعالى، ونريد الوسطية في ذكر الله كيف تكون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما تفضلتم، أجمل موضوع يمكن أن يتحدث عنه هو ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. أكبر ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله، وأكبر موضوع في العالم ذكر الله. الله، شوف أعظم مؤتمر في العالم جرى في أرفع نقطة في العالم وأعظم مكان في الدنيا، بين أعظم شخصيتين وأعظم رجلين وأحب رجلين إلى الله وأحب نبيين ومرسلين وكريمين وشريفين، بين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فين؟ في السماء السابعة لما التقى. نص المؤتمر كله والحوار اللقاء، قال إبراهيم عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم: بلغ أمتك من السلام عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انتهى اللقاء. أعظم قضية في أعظم لقاء من أعظم رجلين. فاذكروني أذكركم، الواحد لحد يقول أي قلب يتحمل هذا، يقول فاذكروني أذكركم. نحن العباد المقصرون الناقصون نذكر الباري سبحانه يذكرنا ويشرفنا، هو غني عنا سبحانه وتعالى. الناس يا أخي، أنا قرأت مسألة الذكر، ألف فيها كتب، ألف فيها الطوائف ألفوا في هذا الموضوع، منهم الغلاة الصوفية ألفوا في الذكر كتب مبتدعة، وهذا من الغلو. فجردوا الأسماء الحسنى واخترعوا أسماء من عندهم، ولذلك سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. هذا انحراف، يسمى يقول هو هو. أنا رحت مدارس في إفريقيا الذكر كذا هو 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 هو، حتى يقول واحد من السلف يقول: هذا نباح كلاب وليس بذكر، وش هو هو؟ وبعضهم يجرد الاسم بلا طلب: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب اطلب يا لطيف من؟ ادعو الله يا رب، دعاء الأنبياء: يا لطيف الطف بي. ومنهم من يدعون بأسماء الأنبياء ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أنه يفرج عنه، ويدعون الحسين كما تعرف وعلي بن أبي طالب. هذا انحراف وغلو. ومنهم من ذهب إلى تجريد الذكر وهم تحلل، وهم الفلاسفة، قالوا: ما له أصل هذا الذكر كذا، هو التفكر أعظم، والذكر أن يذكر العقل الفعال كما يقول ابن سينا. فليس عندهم تسبيح ولا تهليل ولا تكبير، في عندهم قسوة قلب بشكل مثل يهود، وتجد فلاسفتهم يلبسون الحرير والذهب بس يتكلم في العرض والجوهر والعلة والسببية، وألفوا فيها كتب وقصة، وبعضهم ما يصلي. حتى اكتشفت أن الفلاسفة لا كانوا لا يصلون، وتوسط أهل العلم والإيمان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا الله بالذكر الشرعي والأداب الشرعية بالأسماء التي بأسماء الله الحسنى وصفاته وبالألفاظ التي أتى بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا الذكر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمات الأربع: الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علمنا الدعاء صلى الله عليه وسلم، فن الدعاء، فن الذكر.
ألف فيها، فألف فيها علماء الإسلام. النووي ألف كتاب الأذكار، يقولون في حضرموت بيع الدار واشتري كتاب الأذكار، لأنه مستوعب ورجل عالم وجاب الأدعية والأذكار. ألف ابن القيم فيها تعرف الوابل الصيب، وهو كتاب جميل ورائع. ألف ابن تيمية الكلم الطيب، ومن كتيبات اللي انتشرت حسن المسلم الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، طبع من يمكن أكثر 100 مليون، تصدق باللغات أكثر 100 مليون، سبحان أكثر الله. كتاب طبع في هذا العصر. ألف في شيخ فيها كتب من أحسن من ألف من المشايخ الآن، الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر من المدينة، لو فكر الأدعية والأذكار وغير ذلك. فهذا الشيخ الفن، هذا التوسط، أن ندرس الحديث والأذكار ونعمل بها. شوف، العبادات حددت للذكر، الصلاة محددة بأوقات 5 وكذا، الزكاة من عنده نصاب في الحول، الصيام شهر في السنة، إلا الذكر فوق الزمان فوق المكان فوق الهيئة كيف؟ فوق الكمية كيف؟ يقول سبحانه ليس له هيئة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال يا أيها الذين آمنوا، لما قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات محدد، نعم، والذاكرين الله كثير والذاكر كثيرا كثيرا، يقول ولم يضع حدا، نعم، حتى في وقت مصاولة العدو، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. ليش مسر؟ لأن أعظم عبادة يلقى بها الله والذكر، ولذلك ينبغي أن يستغرق الوقت كله والزمان والمكان، ولأنه أسهل عبادة. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبقوا أسبق الناس، ومنها أنه عبادة الملائكة. يقول أبو ذر في صحيح مسلم يا رسول الله ما أحب الكلام إلى الله؟ قال أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكتي سبحان الله بحمده، يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون. منها أنه يا شيخ هو راحة القلب والاطمئنان، كل شيء إذا ذكرته قد تمله إلا الواحد الأحد، فلا يسكن الذاكر إلا له، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها إن الله يذكرك سبحانه وتعالى، ومن أعظم الجزاء عنده سبحانه يذكرنا ومن نحن، يقول من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، النفس المقدس سبحانه، ومن ذكرني في من ذكرته في منهم خير منهم، يعني الملائكة. فاستغرق الوقت كله، ولهذا ترى في مسند أحمد حديث اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، وهذا في سنده دراج بن أبي السمح من أهل الشام، لكن في الجملة يعني كانوا مقصود، حتى بعض السلف الآيات تعضد واذكر الله كثيرا، أيوة كثيرة، حتى يقول بعض السلف أبو دريس الخولاني كان يذكر الله كثيرا، أو أبو مسلم الخولاني قال له واحد أنت مجنون؟ قال ومن جنوني بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. الله، ينبغي أن تكون، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأنه لا يكلف الشيخ، ليس كالصيام ولا كالصلاة قد يجهد، أو الجهاد أو انفاق المال، سهل ميسر، وترى جوائزه أكثر من 100 جائزة، أو فوائده أكثر من 100 فائدة، ترى ذكرها ابن القيم. قصدي أعود إلى مسألة الوسطية، الوسطية أننا نذكر الله بالأذكار الشرعية التي علمنا صلى الله عليه وسلم، أذكار إذا قرأنا في كتب السنة ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كيف مثلا من قال لا إله الله وحده لا شريك له، هذا الحديث فقط، والذي نفسي بيدي لو داوم على هذا الإنسان على هذا الحديث فقط في الصحيحين كل يوم، يأخذ من 4 دقائق 5 دقائق بالكثير، إنه تاج الأذكار، وإنه خير له من ملايين الدنيا والمليارات. الله أكبر. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من قال في يوم لا إله الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 5 جوائز، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يهم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل بأكثر مما عمل يوم القيامة. هذه يغفل عنها كثير البشر، حتى أجد يا أخي كتب في الأسواق عند حتى عند الحرم يأتون بها العاجم والفرس والترك، وإذا هي مدارس يقول يا دهر الدهارير، كيف دهر الدهارير؟ الدعاء ليس من أسماء سبحانه وتعالى، ويقول لهم يا رسول الله إني قد أتيت إلى البيت وإني قد أتيت وأستشفع بك يا رسول الله إلى الله، هذا شرك. ويأتون يقول يا حسين إنك تعلم يا حسين إن ما أدركناك وكذا، شرك بالله عز وجل. فادعوا الله مخلصين له الدين، لا تدعوا مع الله إلها آخر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. جميل. أيضا نلاحظ الشيخ أنه الأذكار تحيط بك، حياتك كلها محاطة بالأذكار، والوسطية فيها ماذا يعني؟ هل أنه للأسف يعني يمكن ما تجد لا صغيرة ولا كبيرة في ديننا إلا وفيها شيء من الذكر الذي ينبغي أن يقوله الإنسان،
هو الوسطية أن نعمل بهذا الذكر لأنه لا يستغرق شيء، وهو من آثار السعادة معك لأنه صاحبك في السعادة. أنك تتعلم أذكار الأكل والشرب وهي كلها أقل من دقائق، بعض ثواني، دخول المسجد والخروج منها، الصباح والمساء، كل شيء له باب. نحن بحاجة إلى ثقافة في تعلم ذكر الله عز وجل، نحن بحاجة أن نعود نعلم أبنائنا، تعالوا هذا يعني علمناهم تفاصيل في أمور الحياة، لكن الذكر الحافظ. طيب أطفالك في البيت كيف ما نعلم أذكار النوم؟ تمنع من الحسد، تمنع من الجن، تمنع من التلبس، تمنع من الكآبة، تمنع من القلق. حافظ من عند الله عز وجل، أخبرنا صلى الله عليه وسلم حافظة. أذكار الصباح، أذكار ركوب السيارة مثل، أذكار الطعام والشراب، أذكار اللباس، كل باب فيه ذكر، هذا الوسط. وغير ذلك أن من منهج الفلاسفة ما عنده ذكر ترى، حتى أحيان الصلاة ما عنده شيء اسمه ذكر ولا مرة. أو نأتي إلى الغلاة وإذا ما أتوا بكتب من عندهم، أذكار من عندهم وأدعية باطلة، يجلس الساعات طوال وهو طولنا. نعم، ويجيب ألفاظ أخرى مضحكة ويردد أدعية باطلة، نسأل الله العافية، وهو من اعتداء في الدعاء، نسأل الله العافية. جميل، ولعله من الأذكار الطيبة ختام المجلس. غفر الله لنا ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. جزاك الله خير، وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. معك مشاهدي الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الوسطية في ذكر الله تبارك وتعالى. ألقاكم في حلقات جديدة ومتجددة بكم أنتم مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصيها وداني، هنا ما بين قصيها وداني. على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في ركب الثواني. نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان.